السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة هذا المساء من برنامج المشهد. أشرف الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني الأسبوع الماضي على إطلاق النسخة التاسعة من مهرجان المدن القديمة المنظم هذا العام بمدينة الشنقيط الأثرية، نسخة هي الأولى في عهد ولد الغزواني، وقد شهدت مشاركة وصفت بالكبيرة من الدول الإقليمية، خصوصا الدول المغاربية التي حضرت منها الجزائر والمغرب. ويسعى مهرجان المدن القديمة الذي أطلق في عهد الرئيس السابق محمد والعبد العزيز إلى نفض الغبار عن الموروث الثقافي الوطني وإعادة إحياء التراث عبر هذه المناسبة السنوية، كما يهدف إلى إحياء المدن التاريخية وتحريك اقتصادها والحد من الهجرة منها نحو المدن الكبيرة. لكن تساؤلات كثيرة بقيت عالقة حول تحقق أي من هذه الأهداف بعد 9 سنوات من إطلاق النسخة الأولى التي احتضنتها أيضا مدينة الشنقيط عام 2011. نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا الكاتب الصحفي سيدي محمد بالعمش. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نبدأ بهذه هي النسخة الأولى التي تنظم في عهد الرئيس الجديد محمد الشيخ الغزواني. لو أجرينا مقارنة بسيطة بين هذه النسخة والنسخ الثماني الماضية، هل هناك ما يمكن أن نلمسه من فوارق؟ شكرا جزيلا. من الناحية التنظيمية ومن الناحية الشكلية يعني هذا لا فارق، وزارة الثقافة تشرف على هذا الموضوع بمساعدة من باقي الوزارات، والتنظيم كما هو، يعني معارض الكتب، معارض الصناعة التقليدية، معارض للمكتبات القديمة، وسهرات ثقافية وفنية. ولكن في هذه النسخة هناك مستجد جديد يتعلق ببعدين، أولهما أنه ليس عرصا ثقافيا فقط، وإنما يعني عرص ثقافي بطعم سياسي، حيث أراد الرئيس الحالي أن يدعو لأول مرة زعماء المعارضة البارزين من أحمد الداداه إلى مولود إلى صالح حنان إلى تواصل إلى غيرهم لحضور هذه النسخة بالضبط، وحظوا بترحيب كبير وعناية من الجهات الرسمية والجهات المحلية. الثانية هو البعد المشاركة الإقليمية، حيث يشارك فيه لأول مرة وزراء ثقافة من البلدان المجاورة، وتم رعي موضوع التوازن بين المغرب والجزائر مع ملاحظة الوضع الحرج الذي تمر به الجزائر. يعني هناك مشاركة جزائرية، هناك مشاركة مغربية، وهناك مشاركة إسبانية، يعني ثقافة، يعني حاولوا أن هذه النسخة ربما غابت فيها الفرق الطارقية، المشاركات الإفريقية ربما، وتم الاتجاه شمالا وشرقا نحو الدول العربية والدول الأوروبية. باستثناء هذين البعدين يبقى المهرجان كما هو، فضلا عن أن إحدى الوزارات تشارك فيه لأول مرة وزارة التنمية الريفية، وهذا شيء مستجد، حيث قسمت 34 من وحدات الطاقة من مولدات التي تقوم بإصعاد الماء عن طريق الألواح الشمسية، يعني لدعم واحة شنقيط. باستثناء ذلك يكاد المهرجان يبقى كما هو. فيما يتعلق بهذه النقطة سنعود لها عندما نتحدث عن أبعاده الاقتصادية وتأثيره على مستوى هذه المدن التي ينظم فيها. الآن هذه هي النسخة التاسعة من هذا المهرجان، ومدينة شنقيط احتضنت 3 نسخ. ما الذي تقدمه؟ هل يمكن أن نتحدث عن أي أهداف من الأهداف التي رسمت لهذا المهرجان تحققت خلال السنوات التسعة؟ أنا مختلف عن الباقين، لأن البعض يظن أن شنقيط يجب أن تنتشل من مدينة منسية إلى مدينة نهضة تعيش تنمية وحراك اقتصادي كبير. الجيد في هذا المهرجان هو أنه أبقى المدن التاريخية كما هي سنة 2011، ولم تنتظر أكثر، لأنها تشهد اندثار منذ الستينات بفعل تصحر، بفعل زحف الرمال وغير ذلك. المهرجان
صحيح لم يحدث تنمية ولم يحدث نهضة تنموية مشهودة، ولكنه أبقى يعني كان مثابة مهدئات للحياة في هذه المدن. يعني ترميم بعض الحيطان التي كانت آئلة للاندثار والسقوط، دعم مرحلي وموسمي ربما للفرق الثقافية والنشاط الثقافي في هذه المدن، ويعني هو 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 علاج صحيح ليس نهائي ولكنه مؤقت يبقيها كما كانت. فشنقيط سنة 2011 هي شنقيط كما هي 2019، يعني دعني أقول هذا باستثناء المنصة الكبيرة التي استحدثت. يعني هناك منصات وهناك مدارج تم بناؤها، يعني هذا شيء هو هذا إنجاز يعني نسبيا. لكن هل هذه إنجازات تذكر بعد 9 سنوات من إطلاق مهرجان تصرف عليه مئات الملايين؟ نعم، المشكلة في أن المهرجانات الثقافية لا ينتظر منها نهضة تنموية. لو كان خصص برنامج لإنقاذ المدن القديمة، برنامج تنموي مثل مشاريع مشروع الواحات مثلا، مثل مشروع الشعب، يعني هناك مشاريع للدولة في الأجهزة التنفيذية الحكومية تعنى بقطاعات تنموية محددة ويكون عملها مستمرا. هذا المهرجان عمله عمره شهر خلال 4 سنوات لكل مدينة، يعني بعد الشهر ينتهي. بعد هذا الشهر، بعد ترميمها 40، كانوا يرممون يقدمون دعما للمنازل، بعض المنازل 100 منزل أو غير ذلك، يقدمون دعما ماديا بقيمة 400,000 قديمة. طيب على كل حال يعني سنعود إلى أنا أعتقد أن المشكلة تتعلق في أن المهرجان موسمي وليس برنامج تنموي. هذه المدن هي بحاجة إلى برامج تنموية دائمة مستمرة، لديها مكونات تنموية سياحية بيئية ثقافية، وتكون حاضرة على طول العام لكي تشهد نهضة حقيقية. تحتاج إلى برامج، إلى برامج أكثر من مهرجانات سنوية. صحيح المهرجانات نفضت عنها الغبار، هذا شيء لا إشكال فيه، ونحن لا أتكلم بحكم منحدر من هذه المدن، يعني نفض الغبار عن هذه المدن، وتم التعريف بها أكثر لأن البعض لم يكن يعرف هذه المدن المعتمدة التي تعتبر تراثا بشريا والتي لا يمكن، هذا أيضا إشكال. هناك الحي القديم في مدينة شنقيط والحي القديم في وادان وولات وتشيت لا يمكن لملاك المنازل التصرف فيها لأنها ملك بشري، يعني هو يتجاوز البعد المحلي. الآن التحدي الآن يتعلق في ديناميكية معينة لاستدرار التمويلات من أجل ترميم كثير من هذه البنى التحتية، ومن أجل تسيير مشاريع تنموية متصلة باهتمامات السياحة، الثقافة، المخطوطات، المحاضر، الزراعة، الواحات، يعني هذه ثم عزر فك العزلة خاصة من تشيت وولاته، يعني وتعبيد الطريق إلى شنقيط ووادان. طيب هذه المطالب خصوصا تعبيد الطريق، هناك بعض المنتخبين طالبوا بمطالب من هذا القبيل. نعود إلى الموضوع الزمني، بعد 8 سنوات لا تزال هذه الإشكالات مطروحة. عمدة شنقيط طرح هذه الإشكالات أثناء افتتاح المهرجان، الآن بعد 8 سنوات لا تزال إشكالات بسيطة مثل تعبيد الطريق الذي هو يعني يفترض أن يكون الخطوة الأولى قبل حتى إطلاق هذه المهرجانات لكي يصل الناس إلى هذه المدن. نعم، هذا نعود إلى النقطة الأولى التي أثرنا، أن الموضوع لا يتعلق ببرنامج تنموي، يتعلق بمهرجان موسمي لتسليط الضوء على المدن. الإشكال أننا نريد، أن هناك فرق من يريد أن يسلط الضوء على هذه المدن لكي لأنها موسم إعلامي في النهاية، هذا موسم إعلامي للتعريف بشنقيط ومكتبات شنقيط ومنار شنقيط وأخذ الصور بجانب المنارة. في النهاية لا توجد تنمية كبيرة في شهدتها هذه المدينة من سنة 2011 بداية هذا الموسم. صحيح الخطاب الذي قاله، الذي أدلى به عمدة بلدية شنقيط
وحتى الرسالة التي توجه عمدة بلدية أخرى بلدية عين الصفراء هي رسالة هي مطالب تنموية تقليدية تقليدية لكن يفترض أنها لابتعد ما متجاوزة نعم صحيح خاصة الطريق لا معنى لأن تكون هناك آلاف الكيلومترات في الأزقة الضيقة في تبرغ زينة والطريق هناك سالك ومرتب ومهيئ ولا يخصه إلا تعبيد بسيط وخاصة أنه مورد اقتصادي هذه المدن هي مصدر للدخل للاقتصاد الموريتاني وهذا ما لم تفهمه الحكومات السابقة وأنا أريد هنا أن أقول أن هذه المدن يزورها سنويا بتنسيق مع الدولة وبدون تنسيق معها آلاف سياح الذين أقل واحد من 100 بألف دولار هناك ملايين الدولارات التي تدخل السوق الموريتانية والوجهة هي هذه المدن يعني قد تصرف في فنادق في نواكشوط قد تصرف في نزل في أطار قد تصرف في تأجير سيارات ولكن هذا دعم الاقتصاد والمقاربة يعني دعم السياحة في هذه المدن وحفظ التراث هذه المدن هو أهم شيء يمكن أن يساهم في تنميتها ولا يمكن أن نأتي بالسياح بطرق يسلكون طرق وعرة ولا يجدون خدمات انترنت يعني 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 متوسطة الجودة يعني هناك حتى في طريق وهذا شيء أثار السخرية أن طريق أطار تشكجة المعبد التي يعني زحفت إليه الرمال كان مسخرة للسياح وكانوا يأخذون صور أمام الكثبان التي زحفت على الطريق المعبد وبالمناسبة عمدة عين الصفراء في رسالته طالبة بإزاحة وإنشاء برنامج تنموي بيئي لتشجير حوالي هذه الطرق. طيب أنت بحكم عملك الصحفي غطيت بعض هذه المهرجانات ما الذي يقدم لهذه المدن حقيقة بعيدا عن الرواية الرسمية ما الذي يقدم حقيقة لهذه المدن بغض النظر عن الفعاليات والكرنفاليات التي تحتضنها اقتصاديا ما الذي يقدم لساكنيها اقتصادي باختصار شديد يقدم لهم دعم للمنازل القديمة وهذه دائما تؤخذ فيها محسوبية لأن المتغلب في المدينة التاريخية يعني 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 تسبب خلافا محليا أكثر ما تؤدي إلى تنمية لأن الدعم أيضا لا تتم مراعاته بحيث يتم ترميم الحيطان العائل للسقوط وربما يمنح لمنازل ليست أثرية يعني دعم 100 منزل سنويا وتقسم الضيافات يعني يكاد يكون فتات ما يحصل في هذه المدن من الريع على أبناء المدينة هو فتات بس أنا لا علم لي بمزايا كبيرة لهذه المدن باستثناء ترميم المنازل إلا من خلال توزيع الضيوف على بعض المنازل على النزل على الفنادق وعلى تأجير سيارات لا علم لي أو بعودة أطر هذه المدن الذين يهجرونها طوال العام يعودون في مثل هذه المواسم ليقدموا بعض الهدايا للمواطنين البسيطين الذين يصبرون على الحياة الصعبة في هذه المدن لكن أي علاقة لذلك بالهدف الأساسي وهو الهدف الأساسي هو هناك فرق بين المشكلة أن الناس تظن أن هدف المهرجان هو النهوض التنموي بهذه المدن أنا أعتقد أن هدف المهرجان هو تسليط الضوء على هذه المدن في هذا الجانب حصل يعني نحن نعيش أسبوعا من تسليط الضوء الآن على مدينة شنقيط وعلى باقي المدن لأنه تشارك فرقها الثقافية تشارك فرقها الفنية وبالتالي وشعراؤها وغير ذلك يتم تسليط وأهم شيء أيضا إذا كانت هناك شيء وهو الحراك الثقافي الموازي لهذه المدن مثلا سلسلة محاضرات عن أعلام هذه المدن عن علمائها عن شعرائها عن مخطوطاتها لأن هناك تحقيقات حول بعض الكتب الهامة والمصنفات الهامة مثلا في مدينة شنقيط شرح إضاءة دجنة هو موضوع إحدى هذه المحاضرات تم تناوله يوم أمس يعني هناك حراك ثقافي موازي لهذا المهرجان أنا أحتسب
أن هذا الحراك الثقافي الموازي والمعرض والعرض الكتب المنشورة لهذا العام التي نشرت وزارة الثقافة والتي نشرت جامعة شنقيط وهي العصرية وهي جامعة حرة بالمناسبة أو نشرت دور نشر أخرى، يعني يشكل موسما ثقافيا حقيقيا، ثم هو موسم إعلامي لأن وسائل الإعلام الدولية والعربية تصل هذه المدن وتقوم بزيارة مكتباتها واكتشاف مخطوطاتها النادرة، وثم فائدة أخرى على هذه أبناء هذه المدن هو المعرض التجاري للمقتنيات التقليدية والصناعة التقليدية. أهمية هذا المعرض التجاري وما يحققه من أهداف اقتصادية ربما تكون من أهداف المهرجان، نناقش ذلك ونناقش أبعادا أخرى من أبعاد المهرجانات الثقافية التي تحتضن شنقيط نسختها 9. مشاهدينا الكرام، نناقش ذلك بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من حلقة هذا المساء من برنامج المشهد التي نناقش فيها مهرجان المدن القديمة الذي تنظم نسخته 9 هذا العام بمدينة الشنقيط الأثرية. معي في هذه الحلقة الكاتب الصحفي سيدي محمد والبلعمش، أهلا وسهلا. قبل الفاصل كنا نتحدث عن الأبعاد الاقتصادية الموازية لهذا المهرجان أو التي تنظم أثناء هذا المهرجان. هذه المعارض هل لها يعني آثار اقتصادية؟ هل تترك آثارا اقتصادية؟ هل تستفيد منها ساكنة هذه المدن؟ نعم، هذه المعارض لا تستفيد منها ساكنة المدن الأربعة فقط، ولكن حتى ولاية مدن مدينة أطار، مدينة جوجة، كل مدينة كيهيدي، لأنها تعرض هناك الصباغة الخاصة بلون بمدينة كيهيدي هناك. الصناعة التقليدية هي موسم تجاري يشبه الموسم التجاري لبعض المدن التي نسمع في التراث. يعني موسم تجاري حقيقي يتم البيع فيه يوميا وبأسعار ربما جيدة، يعني مساعدة للمواطن البسطاء. صحيح مدته قصيرة أسبوع، ولكن هو لديه عوائد مادية على التجار الصغار وعلى أصحاب الورش الفنية مثل أصحاب الصناعة التقليدية التي يتميز بها سكان الريف أو يتميز بها الصناعة التقليدية في موريتانيا. ثم هو أيضا معرض ثقافي من خلال عرض المتاحف، لأن هناك متحف تويزكت الأثري، هناك متحف أماطيل، وهو موسم للتعريف بهذه الثقافة. لا أعرف الدعم الذي تنال هذه لا 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 لا. أنا حسب ما أظن أنه هناك دعم للعارضين، كل العارضين في هذا المهرجان، كما هناك دعم بسيط لكل الإعلاميين المغطين لهذا المهرجان. يعني إذا جمعنا كل هذه الميزانيات مع ميزانية الضيافة مع ميزانية النقل مع تنصيب الخيم مع الفندقة مع تأجير المقاعد وغير ذلك تكون وترميم منازل، يكون هناك ميزانية كبيرة. طيب، ولكن حينما نقسمها وحدة واحدة يكون هناك الأثر لا نلحظه بجلاء. طيب، هذا أحد الأبعاد الاقتصادية التي قد تترك أثرا في هذه المدن. هناك بعد آخر وهو ربما أهم الأبعاد الاقتصادية في هذه المهرجانات، وهو الاستغلال
السياحي. الملاحظ أن وزارة الثقافة خلال هذه النسخ الماضية غير مهتمة كثيرا بالجانب السياحي، خصوصا في الترويج لهذه المهرجانات على المستوى الإقليمي والدولي، وبالتالي يكون الحضور السياحي، الاستغلال السياحي ليس بذلك المستوى الذي يمكن أن يستفاد منه في هذه المهرجانات. نعم، أنا أعتقد أن فصل الثقافة والسياحة يعني هو عائق في حد ذاته، وبالتالي لا تجد أهل الثقافة يشعرون بنفس الحس الذي يشعر به المشتغلون بالسياحة وهم مرتبطين. هناك اهتمام بهذا المهرجان منذ البداية، نظمت رحلات مواكبة على نفقة الدولة، يعني النفقة سنة 2011 كانت الدولة تتكفل بالفارق في رحلة الطائرة من باريس إلى أطار المواكبة للمهرجان. الآن السواح يأتون بشكل أسبوعي إلى مدينة أطار، وبالتالي لا تكون هناك حاجة لتعويض هذا الفارق، نعم، لتأجير طائرات. أعتقد أنه موسم سياحي بامتياز وموسم ثقافي. وبالمناسبة أنا أعتقد أن النائب مدينة شنقيط حضر كل محاضرات العبور الجدين، حضر كل محاضرات والمعارض، وهناك ترحاب ليس من هذه النسخة فقط، ولكن عادة المنتخبين المحليين والوجهاء المحليين يعتبرون الموضوع موضوعهم. لكن نحن قبل أن نتجاوز موضوع النقطة السياحية، الأسباب التي تجعل من الجهات المعنية غير مهتمة بالجانب السياحي، خصوصا أنه هذه السنة مثلا يتزامن مع الموسم السياحي، هذا ضعف المقاربة. أي الأمر يتعلق فقط بوحدة المقاربة والبعد الذي ينظر إليه المنظم. الآن في هذه النسخة، وهذا ربما استثناء، تم تشكيل لجنة وزارية رأسها مستشار في الوزارة الأولى، وهي التي نظمت المهرجان على كل حال. وبالتالي أنا أظن أنه غياب حتى وزير السياحة لم يكن حاضرا المهرجان، يعني هذا إشكال. أعتقد أنه أن السياح حضروا، وأن النشطاء السياحيين أحضروا سياحهم، وأنا شاهدت صور، هناك عديد من الصور تظهر السواح يتفاعلون مع ليالي المهرجان ومع معارضه. فقط المقاربة السياحية في البلد ما تزال تحتاج إلى استراتيجية وطنية، ما تزال تحتاج إلى حراك، وعلى القائمين عليها أن يفهموا أنها مورد اقتصادي أهم من الحديد ومن السمك ومن الغاز. بعيدا عن الأبعاد الاقتصادية سواء كانت محلية أو سياحية أو غيرها، هناك بعد آخر يبدو أنه الحكومة الجديدة بدأت إدخال الجانب السياسي إلى هذه المهرجانات. هل بدأ موسم استغلال هذه المناسبات السنوية السياسية؟ نعم، أنا لا أعتبره استغلالا، هو تطبيعي، هو مواصلة للتطبيع السياسي الذي حصل منذ شهرين أو ثلاثة منذ تولي الرئيس الغزواني لسدة الحكم. التقى عديد شخصيات السياسية المعارضة، والآن استدعاها إلى المهرجان، وكان في مقدمتها وكان لافتا زعيم معارضة سياسية إبراهيم البكاي، وكان في يمين على يمين الرئيس، ثم زعيم أحمد الداداه، زعيم أحمد محمد مولود، نائب رئيس حزب التواصل الحمديت، لديك صالح حنان وغيرهم. ثم كانت هناك عناية رسمية من قبل وزير الثقافة ومن قبل المنتخبين المحليين، لأن هناك نوع من التكبرة، يعني قام به السكان المحليون تجاه هؤلاء الضيوف المعززين، ولم يكن مسؤولي أعضاء الحكومة أحسن وضعا من زعماء المعارضة من حيث الضيافة ولا من حيث الاهتمام وغير ذلك. يعني هو نوع من التطبيع السياسي المفيد للبلد، وبالتوازي مع المهرجان تم لقاء رئيس حزب التواصل في نواكشوط، يعني الذي كان مسافرا، الذي لم يحضر نائبه في شنقيط، ولكن تم استقباله في قصر رئاسي في نواكشوط. اعتقد ان مقاربة التطبيع التي ينتهجها هذا النظام تواصلت على هامشي، وربما
سحبت الضوء في يوم المهرجان الأول ويوم المهرجان الثاني عن الأبعاد الثقافية، عن الأبعاد التنموية التي لم ألاحظ منها غير توزيع هذه الطاقات الشمسية على طيب يعني فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا، إلى أي حد قد تؤثر هذه النقطة تحديدا على الأهداف الحقيقية للمهرجان؟ هي 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 المشكلة أن الموريتانيين مو لاعين بالسياسة، كل مواطن موريتاني هو سياسي بامتياز، وبالتالي المدونين الصحفيين وحتى المواطن العادي اهتم بصور زعماء سياسيين ولم يهتم بما قدمه المهرجان لأهل المدينة. صحيح هذا الشيء يسحب الضوء عن البعد الحقيقي، الأهداف الحقيقية التي أسسها، الأهداف الحقيقية التي أسسها، ولكنه يساهم في مقارب تطبيع والتأجيج التي لا مبرر لها، لأن المعارضة قد تبقى معارضة، ولكن من حق زعيم المعارضة مثلا أن يكون ضيفا في كل مؤتمرات الرسمية لأنه شخصية بمثابة وزير. لكن ما الذي الذين منعوه وظلموه في الماضي والذين أعطوه حقه لم يعطوه مكرمة منهم، يعني وجد حقه في التكريم. لكن نتحدث هنا عن النقطة التي أو يفترض أنها قد تؤثر أو قد تكون لها أبعاد سلبية، بعيدا عن موضوع التطبيع السياسي قد تكون لها أبعاد سلبية أخرى وهي سحب الضوء من المهرجان وأهدافه الحقيقية. أنا أعتقد أن هالة الترحيب التي وجدها زعماء المعارضة أحمد دادا محمد مولود غيرهم، الجزر التي تم تقديمها لهم كهدايا متواضعة وغير ذلك، اهتمام المدونين بها هو ما شغل الضوء، هو ما سحب الضوء عن البعد التنموي لهذا المهرجان، رغم أن البعد التنموي كان متواضعا. أنا يعني أدرك وأصرح بشجاعة ولدي شجاعة أن أقول ذلك، أن هذا المهرجان سلط الضوء على هذه المدن، نفض الغبار عنها، لكنه لم يحدث نهضة تنموية ترفعها. يعني يمكن أن نقول هذا بكل حرية، سلط عليها الضوء لكنه لم يحدث نهضة تنموية فيها. الكاتب الصحفي سيدي محمد البلعمش، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم أنتم مشاهدي الكريم على طيب المتابعة، إلى أن نلتقي في عدد جديد. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، شكرا وإلى اللقاء.